زي ما قلنا لكم قبل الفاصل، معانا ومنورانا ضيفه هتجيب لنا الزيتونه، هتجيب لنا كده من الاخر، هتعرفنا وتقول لنا ازاي نربط ما بين التغذيه السليمه والروتين الرياضي علشان نقدر نوصل للياقه البدنيه المظبوطه. اي حد رياضي لازم يتفرج على الفقره دي، اي ام عايزه تغذي ولادها وتهتم بصحتهم لازم تتفرج معانا. معانا ومنورانا النهارده اسامه فؤاد، مدربه كمال الاجسام واخصائيه التغذيه للرياضيين وافضل صانع محتوى رياضي ل 2021. منورانا. بنوركم. عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. انتوا كويسين؟ سما، عايزه نبتدي من الاول، تكلمينا عن نفسك. انت بداتي على السوشيال ميديا، بتعملي كونتنت على السوشيال ميديا وعندك متابعين كتير قوي بيتابعوا الكونتنت بتاعك ده، فعايزك الاول تكلمينا كده عن نفسك. بصي، انا بدات على السوشيال ميديا برساله صغيره كده، ان انا كنت عايزه، شايفه خرافات كتير قوي في مجال كمال الاجسام والتغذيه الرياضيين، فكنت عايزه ان انا، طبعا بما اني اتاذيت من الموضوع ده واتصبت في الجيم كتير بسبب الجهل ده، حبيت ان انا انشر اللي انا اعرفه او العلم اللي انا اتعلمته على السوشيال ميديا. ابتديت بمقالات صغيره على الفيسبوك، وطبعا ما كانش في حد بيتفرج على المقالات دي ولا بيقراها ولا اي حاجه. وبعدين اكتشفت طريق الفيديوز، عرفت ان في تيك توك الناس بدأوا يشجعوا صناع المحتوى ان هم يدخلوا هناك. وفي نفس الوقت انستغرام كان ساعتها، عارفين اول ما الريلز طلعت انا بدات من الوقت كان ده، كان ريتش انستغرام اقل. لا كان ما كانش فيه او ما كانش فيه فكره ان حد يسمع محتوى رياضي، دي حد بيقوله وهو قاعد على مكتب كده. عارفه يا اما تبقى واقف في الجيم كده بتوريني المحتوى هيبقى رخم. فبعدين انا بدات، وطبعا في البدايه يعني قبل كمان ما ابدا هنا على الانستغرام والتيك توك، انا بدات على يوتيوب من 3 سنين. اوكي. ويتش از يعني اصعب هارد قوي. وكنت بعمل فيديو اقعد 6 شهور ما اعملش من الاحباط، بعدين اعمل فيديو تاني وهكذا. وانا مسحت الفيديوز دي باي ذا واي في فيديوز البدايه دي. كنت بجرب فيها، وبعدين بقى الدنيا زادت معايا واحده واحده، يعني فيديو فايرال شويه، بعدين فيديوز اللي وراها فايرال شويه، وهكذا بقى. يعني الدنيا بدات كده، كان كل فيديو بيطلع كنت بتحمس ان انا اكمل اكتر، وفي نفس الوقت ايه اجيت ايدوكيتد اكتر، ان انا اتعلم اكتر او اذاكر اكتر عشان يبقى في معلومه اعرف اقولها للناس وافيدهم بيها يعني. فدي كانت كل البدايه، هي رساله بسيطه بس حلوه قوي. احنا النهارده بنتكلم عن التغذيه الصحيحه، كلمينا كده في خطوات سهله وحلوه، ايه التغذيه الصحيحه لاي حد رياضي او لاي ام تعملها مع ولادها؟ بصي، هي التغذيه الصحيحه اكتر حاجه ممكن تبقى سلاح ذو حدين، لان هي ممكن تجيب هوس اللي هو انا هحسب السعرات قوي وهوزن دايما ومش هخرج مع اهلي خالص، مش هخرج مع اصحابي خالص عشان ما اكلش من بره. بس التغذيه الصحيحه الحقيقي ان احنا نكون متوازنين. احنا بنراعي ان احنا بشر ونراعي الفروقات الفرديه من كل شخص. في ناس بتبقى بتقدر تلتزم 100% وتعيش اللايف ستايل الهيلثي كل يوم وعادي، بس في ناس تانية نفسيتها بتتعب وتحس ان هي فشله عشان مش قادرين يكملوا. انا فعشان كده احنا بنقول ان التوازن هو احسن حاجه. فلو هنسمرايز اللايف ستايل الصحي في حاجه، ان احنا نشرب ميه كتير، ننام كويس 8 ساعات يستحسن بالليل، في نفس الوقت نبقى بنفضل الاكل بتاع البيت، او الاكل مش اكل البيت بتاع المصريين، اكل البيت اللي هو من غير زيوت كتير، الاكل مش مسبك، الاكل مش عارف ايه. يستحسن كمان ان احنا كل ساعتين او كل 4 ساعات، كل ساعتين لو هتاكلي حاجه صغيره زي موزه مثلا عشان تديكي طاقه لو بتشتغلي دايما وقاعده على مكتب على طول. لو وجبات كبيره بقى حاولي ان هي تبقى متنظمه من كل وجبه كبيره والتانيه 4 ل6 ساعات علشان ننظم سكر الدم، لان يعني سكر الدم لو مش متنظم هيجي. عارفه انت لو حد قاعد طول اليوم ما بياكلش هيجي يعمل ايه في البيت؟ تقوليلوش اطبخ، هيروح ياكل اللي قدامه. اللي قدامه، دي حقيقه. عشان سكر الدم عنده بيبقى واطي، فيروح هو ايه محتاج ياكل، هو جسمه بيطلب بالظبط، فهياكل اي حاجه قدامه. ودي اكبر خطا من الاخطاء اللي انا بشوفها، ان انت مش بتنظم الوجبات بتاعتك، تاخدها بقى في لانش بوكس او بتجيبها من اي حته تكون مثلا نظيفه بتعمل اكل هيلثي. فكل حاجه هتلاقوها على خطوات صغيره بتقوم جايه بانيه اللايف ستايل الصحي. الناس بقى الطبيعيه بتبدا بالعكس، تجيب المعادله من ورا، انا عايزه ان انا اقطع اقطع اقطع، وبعدين انا ايه، انا ما بلتزمش ليه؟ وهي المعادله مش كده، لان الناس بقى مستعجله على الخسسان اكتر، او ان هي تشوف ريزلت في الجسم اكتر او اسرع، وبيتجاهلوا الصحه. مع ان المعادله بتمشي فورورد، صحتك هتتحسن، جسمك كده كده هيالي الصحه وهيتحسن هو كمان، مش العكس. ان انا ممكن اخس كتير كانت لا يعني صحتي وابقى هزيله بالظبط. انا ممكن اخس بسرعه قوي عن طريق دايتات كتير بقى، الكراش دايتس كتير، كيتو دايت، ان انا اعمل دايت الميه كتير قوي، بس طبعا هنزل عضلات. أيوة. كثافه العظام هتنزل. هيبقى هزيل وضعيف ومش قادر اتحرك، وهاجي بعد كده هيجيلي شره للاكل تاني وهاكل وهزيد الضعف.
على عكس بقى اما انا انزل بالراحه كده وابني لايف ستايل صحي بالراحه، صحتي تتحسن، الاقي نفسي بتحرك اسرع، الاقيني عايز ازيد اكتر في الرياضه، لا انا عايز انام كويس عشان اركز، فتقوم جايه الجسم ماشي معايا هو كمان وهينزل معايا مع الوقت. سما عايزه بقى اسالك على حاجه دلوقتي، انت وانت بتتكلمي بتقولي ابني وجسمه واكل كام ساعه في اليوم وكده، في ناس مش سهل خالص عليها ان هي تقعد تبص في الساعه عشان تاكل، في ناس وده اغلب الناس، احنا لو هنبتدي من الزيرو زي ما احنا بنقول فزيرو ليفل، هم ناس مش هيقعدوا يظبطوا الساعه على الاكل. مزبوط. انا باكل لما جوع. مزبوط. والله جوعت الساعه 12 بالليل هاكل، جوعت الساعه 1 الظهر هاكل، فاهمه قصدي؟ الناس دي يعملوا ايه عشان يبتدوا واحده واحده يعودوا جسمهم ان هو يجوع في الساعات اللي انت بتقولي يجوع بصحي؟ بصي هقول لك، هو في نقطتين هتكلم فيهم، اول حاجه مؤشر الجوع وده انا هتكلم فيه باستفاضه، بس في حاجه بقى مهمه، مواعيد الاكل. دلوقتي انا لو اكلت الساعه 1 بالليل او حتى يجي بياكل الساعه 7 الصبح، بس احنا الاثنين بناكل نفس السعرات الحراريه، مفيش حد فينا هيزيد اكتر من التاني، هي اللعبه كلها لعبه كالوريز ان كالوريز اوت. بس المشكله ان اكل بالليل دايما ما تقنعيش انك هتاكلي صدور فراخ ورز، لا بياكلوا فشار بقى بالجبنه بقى والكراميل، بياكلوا مثلا اي اكل تكاوي من بره. فهي مشكله اكل الليل، اما عملوا دراسات على الموضوع ده مشكلته كلها بنوعيه الاكل اللي بترتبط دايما، بتبقى قاعد قدام فيلم مع اهلك وكده، بتبقى عايز ان انت تروق على حالك زي ما بيقولوا، صح؟ فهتاكل اكل من بره، هتاكل سناكس تكون فيها سعرات كتير، مكسرات فيها سعرات كتير قوي، الناس مفكراها ان هي ايوه من الاكلات الصحيه اللي الناس فاكراها صحيه، هي صحيه بس سعرات بس كتير جدا، فاهماني؟ اللب مثلا يقعدوا ياكلوا كيلو لب، مفيش حاجه اسمها اللب السوري، اللب السوري الابيض من غير ملح، اللب حتى لو من غير ملح عشان هو سورس للدهون الصحيه، فسعراته عاليه شويه. زيت الزيتون، ناس بيبدلوا الزيت العادي بزيت زيتون، انا كده زكيت على جسمي، بس دي مش حقيقه. هو بيبقى زيت السمنه البلدي والزبده مثلا، فهي برده في برده وعي محدد كده ان الاكل كله فيه سعرات، بس الفكره كلها ان اختار اكله امتى. هتاكل بالليل، ما كل بالليل بس كل صحي، فاهمه؟ فهي مشكله الدراسات دايما، الناس تبقى قاعده قدام التلفزيون ارتبط معاها الموضوع باكل معين اللي هو السناكس او الاكل اللي بيجي التكاوي من بره، عشان كده ارتبط موضوع بزياده الوزن او موضوع ان اكل بالليل بيزود الوزن طلع من هنا، بس دي مش حقيقه. انا باكل الساعه 1 و2 بالليل لما ببقى سهرانه وبذاكر وكده، بس باكل حاجه تديني طاقه يعني. ببقى ممكن مثلا راجعه من الجيم من ساعتين، فاقوم جايه واكله صدور رز، اكله متكامله يعني، فاهماني؟ تمام. الاطفال عشان الامهات اللي بيتفرجوا علينا يستفيدوا، امتى ابتدي التغذيه المظبوطه مع الطفل، وايه الحاجات الاساسيه اللي المفروض تبقى موجوده في يومه اساسي؟ نفسي اقول حاجه قوي لكل الامهات اللي عندهم اطفال وعايزينهم يبقوا كويسين، انتوا قدوه اطفالكم. مظبوط. انا بيجي لي الطفل مثلا مامته تقول لي انا عايزه امشيه على دايت، اقول لها انت بتاكلي ايه؟ الاقي الاكل بتاع البيت عندهم كله متدمر. طب انت عايزه ابنك ليه يمشي على الاكل ده؟ هيحس انك بتعاقبيه، صح؟ هيروح يشوف زمايله في المدرسه بياكلوا ايه وانتوا بتاكلوا ايه، فمش هيعرف يلتزم على حاجه. فاول التغذيه الصحيحه البيت، الثلاجه هو بيشوفك بتاكلي ايه. لو الطفل اتربى من صغره على ان انتوا بتاكلوا شوربه خضار وبتحبوها قوي وبتقولوا ان هي حلوه وانتوا بتاكلوها، او بتاكلوا بروكلي او ايا كان، الطفل هيطلع بيحب ده. مظبوط. يعني انا مثلا انا طالعه ما بحبش الاكلات اللي اهلي ما كانوش بيحبوها، اوكي، فاهماني؟ وخاصه لو في السن الصغير. بعد كده طبعا لما كبرت وعرفت قيمتهم بقيت باكلهم غصب عني. بس هي فكره الطفل هو القدوه اهله اولا، لازم اهله ياكلوا صحي قدامه، بيناموا كويس قدامه، بيناموا بدري قدامه، كذا حاجه كلها تتعلق على الام. فهتبدا امتى تغذيه صحيحه؟ من الطفل، من اول ما يبدا ياكل لازم تاكليه صح. عارفه ده يودينا لحته ثقافات الشعوب، يعني مثلا في اليابان هم السالمون السي فود كله موجود اساسي في اكلهم، فتلاقي الاطفال من هم صغيرين ده الطبيعي، فبيطلعوا كلهم تلاقي عندهم الاكل فيه متوازن، فيه الخضار والسمك. مزبوط. لان هم كلهم بياكلوا الاكل ده. بس اعتقد دي حاجه مش سهله، ده لازم الامهات فعلا تبذل فيها مجهود. عشان الاكل المصري كله اصلا عباره عن كربوهيدرات، المحشي، حاجات كلها محشيه، رز، الاكل المصري كله لذيذ، زيوت كمان. دي طب انا عندي سؤال، دايما الناس تقول او يعني متخصصين التغذيه، لا ما تفطرش بدري، لا لازم تفطري، لا اخري فطارك، ايه الصح ايه علشان اقوم ابقى بعمل الصح وجسمي يبتدي يحرق وابقى تمام وكده وماشيه في التراك المظبوط؟ بدايه هو كده كده الحرق ما بيقفش، اوكي، الميتابوليزم عندنا شغال يعني 24/7 زي ما بيقولوا، علشان هو ده سبب ان انت بتتنفسي، الاعضاء تشتغل بالحرق، هو اسمه ميتابوليك ريت او معدل الحرق. عشان يشتغل هو شغال دايما. تمام. دايما. وفي حاجه اسمها بي ام ار او بيز ميتابوليك ريت، ده هو الاساسي اللي انت قاعده كده ما بتعمليش حاجه دلوقتي زينا كده، انت كده بتتنفسي اعضائك شغاله، فانت كده بتحرقي.
ففكره ان انا اشغل الحرقه او هو بيطفي او حاجه لا دي مش حقيقه خالص. حلو. امتى بقى اكل؟ برضو دي فروق فرديه. انا ما بقدرش افطر اول ما اصحى. ومش غلط. مش غلط. أوكي. ومش صح. عادي. فاهماني؟ على حسب كل شخص. يعني الصح ان انا ادي بنزين لجسمي اول ما اصحى. طبعا. اكل اكله متكامله وانزل بقى اشوف شغلي واشوف حياتي، بس في ناس زي كده انا معدتي بتبقى قافله اول ما بصحى فمش بقدر اكل، مش بقدر اجبر نفسي، باكل اول ما بجوع. اوكي. بس ممكن اشرب قهوه، ممكن اشرب عادي. مشروب اول ما اصحى. انا عارفه ان في فيديوز كتير انتشرت ان القهوه على الريق خطر ومش بتوقف الحرق لا ده مش حقيقي اصلا. القهوه من الحاجات اللي هي بتعلي الحرق، بتبوست الميتابوليك ريت. بس الفكره القهوة كلها القهوه مش القهوه المصنعه، الكافيين عامه. اي كافيين؟ البن. الكافيين. الكافيين عموما. اوكي. الشاي الاخضر في كافيين. أوكي. الشاي العادي في كافيين، البيبسي فيها كافيين. لا بصي، اتقال مؤخرا انه الامريكان كوفي اللي هي القهوه المصنعه مش البن هي خطر على القلب وخطر على الحرق والكلام ده كله، هل ده صح فعلا ولا كل القهوه؟ بصي هو لا مش صح. مش صح؟ لان فكره ان انا اربط حاجه محدده بخطر كبير زي امراض القلب او السرطان زي ما ربط السكر الابيض بالسرطان، الموضوع بيبقى اكبر من كده واعمق من كده بكتير. بيبقى مثلا شخص استعداده وراسي لحاجه، بيكتر في الكافيين ولا لا، بياخد القهوه دي كم مره في اليوم، كم مره في الاسبوع، فاهماني؟ فهو لا، الموضوع اعمق من كده بكتير، ان حاجه تبقى بتليد لحاجه زي الهارت اتاكس او مشاكل القلب، فاهماني؟ فلا الموضوع اعمق من كده في موضوع الكافيين. بس هو البن اللي هو البن التركي انا بحس ان هو بالنسبه لي انا يعني ما بيتعبنيش زي الحاجات التانية المصنعه، واللي اعرفه انه بيبقى فيه نسبه من البروتين. بصي لا، القهوه ما فيهاش بروتين كتير خالص. بصي هو اي حاجه بروسيسد او تدخل فيها البشر اعرفي ان هي هتتعبك. بس هي حبوب يعني البن ده يعني ما في ايدي. لا هي قصدها على القهوه المصنعه، مش عايزه اقول اسم البراند. اي مصنعه دي ماليش فيها. هو اي حاجه الانسان تدخل فيها او بقت بروسيسد احنا بنحاول ان احنا نقللها شويه. هي مثلا اللحوم اللي هي اللانشون والحاجات دي ساعات بحطها للناس في الدايت، بس بيبقى خلاص انا مش قادر، انا عايز ده. طيب انا عايز اسالك حاجه بس مهمه. الناس اللي بتحب تتمرن في الجيم بس بتروح الجيم عادي لوحدها، تخش تتمرن لوحدها وتعمل كل حاجه، وبحس الناس دي بجد انا وجهه نظري انهم بيضيعوا وقت. الناس بتروح ما بتبقاش عارفه ايه مشاكل جسمها، هي محتاجه تعمل ايه. انا مع شخصيا مع ان يبقى في طول الوقت ترينر ماسك حالتي، مع ولا ضد؟ قولي لي يعني ننصح الناس بايه اللي بيروحوا الجيم كده بس؟ مع، ولازم نختار الترينر بتاعنا كويس، لان مشكله الناس دي هما بيبقوا حصل لهم باد اكسبيرينس مع مدرب محدد، فخلاص لا انا مش محتاج مدرب معايا، او حفظ كام تمرين وفكر ان هو كده عارف كل حاجه. مع ان الموضوع بيبقى اكبر واعمق من كده. يعني فكره ان انت ممكن تعمل مثلا عدد مجاميع محدده لعضله، لا الموضوع بيبقى متطور وهكذا يعني. فلازم يكون معاك مدرب تجنبا للاصابات، هياثر عليك الطريق خاصه كمان لو مختص. ممكن يبقى معايا اونلاين؟ طبعا طبعا، بس لازم يكون الشخص عنده طولة بال ان هو هيتعلم التمرين وهيبص عليه ويروح يطبقه في الجيم لوحده وهكذا. فهي بتفرق برضو ما بين كل شخص والتاني وتفكيره وقدرته على الاستيعاب يعني. احنا للاسف يا سما خلصت فقرتنا، نتمنى تكوني معانا بجد فقرات تانية في حلقات تانية ونستفيد منك. خلصت فقرتنا، نتمنى تكونوا استفدتوا. نطلع فاصل ونرجع نكمل بقيه حلقتنا.